شيخ اللي ناقشني ناقشني الفقه والعلم. الفقه والعلم بيقول ان ختان البنات مكروه مش فرض، مش زي الراجل. انا لما رحت بعض بلاد لقيتهم بيقولوا لا ختان البنات واجب ولا بد. لا 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 مش واجب ولا بد، لا، اذا احتاجت المرأة للختان تختتن، تعتبر عملية تجميل. حتى واحد من عندكم في الإذاعة كان بيعمل معايا حديث، قلت له ما شاء الله انت وشك حلو كده وجميل، افرض ربنا خلق مناخيرك معوجة كده، هنعمل لك عملية ايه؟ تجميل. نعدل لك مناخيرك فيها ايه؟ هل كل واحد بنعمل له عملية تجميل للمناخير؟ لا، اللي محتاج. والطبيبة المسلمة تقول وما اتكلمت، مش هتكلم في هذا الأمر، لأن القضية مع العلمانيين الكارهين للإسلام، الكارهين للدين، الكارهين لشريعة الله، مش قضية الختان. لا والله، لو قضية ختان نتناقش فيها، نتناقش وناخد وندي. مش هم بيقولوا ماشيين، هم عندهم ديمقراطية طلعت كلها بالملوخية وحطوا عليها شوية تقلية. ليه؟ ليه؟ مش الديمقراطية بتاعتهم الرأي والرأي الآخر وحرية الآراء ونتناقش. طب انا عايز فيهم راجل ان كان شنبه في وشه او حلق شنبه مش مشكلة يجي يكلمني، بس بشرط، استنى، اللي يتكلم معايا يكون عنده علم شرعي. لا، وانا هكلم واحد ما عندوش علم شرعي معاه ايه ده؟ يعني انا واجبي منين؟ عندي علم شرعي الحمد لله وقران واحاديث كويس. هل ينفع ان انا اجيب دكتور طبيب دارس الطب والاناتومي والتشريح واقول له انا عايز اتكلم معاك، انا عايز اتناظر معاك؟ القلب يقوم بعمليه هضم الطعام، او دي كده حطه على طول. ليه؟ هو هيقول لي يا جاهل يا مجهال يا جهول يا جهال يا جهل. بصيغ المبالغه الخمسه، لما تبقى تدرس طب يبقى اتكلم في الطب، صح؟ طيب، واحد لا عارف يقرا الفاتحه ولا حافظ قران، واخد بالك؟ هناقشه ازاي ده؟ هقول له ايه؟ ده بيتقول على الله بغير علم. يعني شوف الله سبحانه وتعالى العرب بيقول ايه؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك بتبقى فضائح، مش انتوا بتشوفوهم على الفضائحيات؟ مش بتشوفوا الفضائحيات؟ بدنجاني كان بيقول ايه؟ يقول لك عندكم سوره في القران اسمها سوره الرمز. سوره الرمز. طب قول لي ده بناقشه ازاي ده بالله عليك؟ مش عارف ينطق سوره الزمر ويقول لك سوره الرمز. ما فكرني مره بنكته، واحد من دول مره بيقول له انا رحت عملت عمره فطفت حوالين الكعبه سبع اشواط، مش هم سبعه برضه؟ بيقول له الطواف حوالين الكعبه كام شوط؟ قال له كام شوط؟ والله كان في واحد اهبل مره بيلف هو وعياله، وبعدين العيال بيقولوا له يا بابا بقى تعبنا من الطواف يا بابا. قال يا ابني احنا مع الناس، لما الطواف يقف هنقف احنا مع الناس. شفتوا الخيبه؟ هو ده بيقول له الطواف حوالين الكعبه قد ايه؟ قال له قول سبعه. قول سبعة. قال له طب وبعدين؟ ده انا طفت 10. قال له ارجع هات ثلاثة بالعكس. لف بالعكس. هم دول الجهال. والله العظيم جهال ولا يفهموا حاجة في الدين، بس اللي يغيظك انه بيحارب الدين. اصل خلي بالك، ممكن واحد ما يكونش عارف دينه. تعال نعلمك. تعال اتعلم، تعال. وندعوك ونعلمك، بس بلاش قلة أدب. بلاش تطاول على الدين. لأن اللي يتطاول على الدين ويسخر من الدين يبقى كافر. أنا شيخ أأكد كلامي بالقرآن. أأكد كلامي كله بالقرآن. الله عز وجل يقول سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من
من الذين آمنوا. اضحكوا عليهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله أواخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. شفته واحد كان دقنه قد كده مدفية صدره، احنا مش عارف شايلها ازاي، هو بيحطها على السرير جنبه لما ينام، ولا الاخت اللي لابسه نقاب اظن بتنام بالنقاب في البيت. يا مجرم يا مجرم، روح دور على اللي ماشي لابسه عصايه ولا نسي تلبس. ده ربنا جاعل الحيوان دين، عارف القط والكلب، ربنا جعلهم دين عشان تداري عورتها، سواء كان قط او مش قط. تعرف تفرق بين القط والقطه ازاي؟ قول له امشي، ان مشي يبقى قط وان مشيت تبقى قط. واضح؟ هقول لك حل تاني، اديله سمكه اذا كلها يبقى قط واذا كلتها تبقى قط. مش واخد بالك؟ طب لو قط اتجوز كلب، يعني قطه اتجوزت كلب يخلفوا ايه؟ هيخلفوا حاجه من الاثنين، يا هيخلفوا قطه يا هيخلفوا كلب. فنخلفوا كلب يبقى كلب مقطط، ونخلفوا قطه هتبقى قطه بنت كلب. المهم والله يا اخوه رب الكعبه، هي دي حياتنا، ان احنا بنضحك وفرحانين، فرحانين باسلامنا وديننا. اللي قاعدين يقولوا علينا الارهابيون المتطرفون السلفيون، دي حياتنا، احنا بنفرح باسلامنا وبرسولنا صلى الله عليه وسلم. سوره يونس: قل بفضل الله اهم الاسلام وبرحمته النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هم ربنا جعلهم في نكد والله العظيم، ورب الكعبه نكد وعكننا. ليه؟ لان الله يقول في سوره طه: ومن اعرض عن ذكري، مش عايزين الدين، كارهين الدين اهو، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه. استنى بقى، مش حياه، في فرق بين المعيشه والحياه. ازاي؟ المعيشه زي الحيوانات والحشرات، ياكلوا يشربوا ويخلفوا من غير ما يتجوزوا وبعدين يموتوا. يقول لك كلب اكل حصان، لابسين لبس حيط، واي كلب مع اي كلب، قط مع قط، حمار مع حمار. حتى كان مره في حمار خاطب حمار، بيقول لها هنتجوز امتى يا حمار؟ قالت له لما تحسن الفاظك يا حيوان. لكن لكن الاثنين ما زعلوش من بعض انهم حيوانات. المهم اللي يصبح الصبح ده يقول لك انا عايزين ناكل، انا المحك عندي الاكل كرشي وحاطط على الكرش على حجره. فرقت ايه عن اي حيوان؟ الفيل بياكل اكتر منك، والارنبه بتخلف اكتر من مراتك. انا مراتي كرمنا، ان مرات الله يعزها ويبارك في عمرها، كرمنا بتسعه، اثنين ماتوا فاضلين سبعه، اتجوز من عيالي اربعه. اتجوز من عيالي، مش انا اللي بتجوز اربعه. ما انا عارف هيطلع بقى جاتكم 60 خيمه على خيمتكم، يبقوا 62 مش 61. ليه؟ كفاياكم خزي، تمسكوا واحد ومعه واحده. مين دي؟ لو قال مراتي حطوه في السجن. لا، دي الجيرل فريند بتاعتي، احنا مع بعض الاثنين في الحرام. يقول له جزاك الله شرا، سبوه. لكن لو قال مراتي على كتاب الله وسنه رسول الله أتوب، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم اخر حاجه، فبقول لك الارنبه بتجيب اكتر من الارنب في بطن واحده، بتجيب 11 و12 و13، لكن هي ارنبه. انا وانت احياء مش عايشين ما بناكل ونشرب ونتجوز ونخلف ونموت زي الحيوانات والحشرات. امال احنا ايه بقى؟ لو عملنا كده رسول طه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا هنا في الدنيا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيت.
تعالى كده واحد بسرعه عشان الوقت بس بيخلص ان شاء الله. معلش هطول عليكم شويه النهارده الجمعه معلش اجازه يعني. انا داخل انام انام على جنب اليمين حط النوم تحت خد اليمين بسمك الله ورحمه الله وضعته جنب بيت ربنا. قمت من النوم الحمد لله الذي احياني بعد ما كملت عنده شويه. وانا في النوم كابوس الشيطان المجنون جالس عليا اقوم من النوم عمر شيطان جيب عمر شيطان جيب تفل من غربي ثلاث مرات على الشمال وغير وضع نومي لان ده حلم والحلم من الشيطان والرؤيا من الله. بس خلي بالك بقى المؤمن كيس فطر المؤمن كيس فطر. انت نايم انت ومراتك فما تجيش تقوم من النوم او يجي لك حلم نوم ساكت ومراتك نايمه على شمالك انت عمرك ما مش فاضي. يا دي الشيطان الرجيم تعمل نفسك كده مش رجيم يقول لي تقوم العز ما تطلعش عامل مش رجيم جنن اقول لك مش شيطان. انت عارف احنا بنحب نسال مش بيحب مراته مراته دي اللي بعد ابوك وامك الحب الحنون ليك. شوف القران في سوره الروم يقول ايه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم مش ستنا حواء اسمها حواء لانها مخلوقه من حي وسيدنا ادم اول سوره اول سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم كلكم من نفس واحده سيدنا ادم وخلق منها زوجها. فانت مراتك دي مش غريبه عندك ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا في بعض الازواج يقول لك مراتي دي بسكن معها ازاي يعني؟ روح البيت اتغدى احط الاكل شلت الاكل رحت نزلت على القهوه رجعت من القهوه لقيتها دايما انت انا وهي فاضه وانا فاضه ايه 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 هو دي روميه انجليزي؟ لا لا لتسكنوا اليه لا مش معها واضح واضح. فاحنا بنحب نسالنا الحمد لله اللي بيقول لك مجرمين كذابين يخربون بيت بقهم اسعى الكذاب ده ها؟ الشيخ وجدي غلام يامر بضرب النساء. انا بقول ضرب النساء احب النساء ده انا ده لو انت حديث ده انا عايز اسال ستين عائشه زي البخاري بتقول ستين عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. ستين عائشة بتقول فجعلت انظر من فوق عاتق النبي جت ورا جزء وبعدين ايه ستين عائشة عايزة تبص فبتبص كده من فوق كتفه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافها تقول فقطع لي النبي من كفيه طقطق لي من كفيه لا لا تقول فجمعت جعلت انظر اليهم حتى شبعت ثم انصرفت. شوف شوف حبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي ستنا عائشه ايه؟ عويش او عائش بالبلدي بندلع زوجاتنا كل واحد يدي لمراته اسم دلع معناها بس يكون في البيت بس هتسمي مراتك مشمشه بندقه نجفه كلام حلو زي كده وهي مثلا تسميه بندق طقطق اي حاجه حلوه كده بس ما تجيش في الشارع بقى يا طقطق واخد بالك شوف النبي عليه الصلاه والسلام طقطق من جمال مش فقعها من الكوع اللي يقول لك لا الحمد لله فضل الله علينا عز وجل نحب نسائنا نحب بيوتنا وبيوتنا كلها فرحه وبهجه. اكل انام الاسلام قمت من النوم رايح الحمام رجلي الشمال اطلع برجلي اليمين استنجى بايدي الشمال باكل بثلاث صوابع بايدي اليمين بلعق اصابعي حديث البخاري بينما لا يدري احدكم اين حلت البركه بلبس باليمين بلع بالشمال بركب عربيتي سبحان الذي سخر لنا هذا ابويا وامي ابوس ايديهم واحطها على الارض وابص صابعهم صبع صبع قرايب ابويا وامي سبب الرحم اللي ساكن جنبي بدر الاحسان الى الدار. اسلامنا منهج حياه اسلامنا منهج حياه ونعم الوكيل اللي بيقلسوا وبيسخروا من الدين. واحد اهبل جاهل مجهال جهول جهال جاهل ما بذلكش هرد عليه يقول لي ايه؟
مش عاجبك حط رجلك في بوقك يا اخويا. قال ليه؟ قال برضه الكتاب بيقول وانا اللي بقول انتوا عارفين الكلام بيقول له يا اخوانا مش قال النص كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هو كذا. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا راجل مسلم ربنا مين؟ بتلقى من الله اقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هو اللي بقى الغامض ده بيقول لي ايه؟ يقول لك قال والدي منين بيقول اللي يداوم ومش هيحط ايده على بقه الشيطان يتبول في بقه. مش انا اللي بقول ده، النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي جاهل مش هاهل. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اذا تداوم احدكم، يعني عايز اتداوم ما اقعدش اعمل كده الشيطان يتبول، الشيطان يبول. مش مصدقني؟ بص الواحد منهم كده ويكون بيتداوي وما حطش ايده على بقه هتلاقيه عمل كده. بص سعداء في الدنيا والاخره. اختم، قال الله في سوره النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وحده وهو مؤمن فلنحيينه، مش هنعيشه، فلنحيينه ولنجزينهم اجرهم في الاخره باحسن ما كانوا يعملون. حياكم الله، اسعدكم الله في الدنيا.
المبدأ.